انتهت المقذوفات الأفقية والمقذوفات الرأسية ومعادلات الحركة. بيتهيألي نيوتن الأول ونيوتن الثاني انتوا أكبر من ان انتوا ترجعوا يعني. واحد يظل الجسم الساكن ساكن والمتحرك متحرك، والتاني لكل فعل رد فعل، ويعني حالين عليه كتير جدا فمش مستاهلة. مطلوب من سيادتك يوم ما تروح أذاكر إيه؟ تفتح الكتاب. أذاكر الشرح؟ لا مش هتذاكر الشرح. هتمسك الكتاب وتذاكر الأمثلة المحلولة اللي موجودة فيه، كل سؤال بحل. مذاكرة الأمثلة المحلولة على مدار المنهج كله هتاخد منك ساعتين، مجرد قاعد بقرأ بس. خلصت الدرس قراءة أمثلة محلولة. أجيب الأمثلة المحلولة وأغطي الكراسة وأبدأ أحلها بإيدي. أشوف الدنيا بتتحل ولا لأ. هتاخد لها كمان ساعتين. يبقى أمسك كل درس دلوقتي أقرأ الأمثلة المحلولة اللي فيه، وبعد كده أرجع عليه بورقة وقلم، أغطي الحل وأحل بإيدي. حليت خلاص؟ خلصت 4 ساعات في الكلام ده كله، عديت على المنهج كله، حل الامثله المحلوله، الامثله المحلوله بس، مش هخش التدريبات، هخش على النماذج النهائيه. تحل نموذج 2 3 على قد ما تقدر، ما انتش مجبر تحل ال10 نماذج. اهم حاجه ما تخشش امتحان على الاقل الا وانت حل 4 نماذج. 4 نماذج كافيين جدا يكسبوك ثقافه شكل الامتحان عامله ازاي. حد عنده اي سؤال؟ نتقابل ان شاء الله الترم الثاني. مواعيدنا أنا في شربين هتكون 2 وخميس، هنكون ناخد الترم الساعة كام؟ 2؟ 2 وخميس الساعة 2، ومواعيدنا في أبو جلال 2 وخميس الساعة، لأ هتبقى مجموعة واحدة، ما عادش بقى الكلام ده كان استثناء بس مش أكتر، هيبقى 2 وخميس الساعة 6 اللي هو بعد درس الرياضة، يا إما هتحضروا قبل المدرسة. لا.